مع انتهاء عام 2021 تأتي إلينا القنوات الأخبارية بخبر أن تطبيق التيك توك هو المنصة الأكثر تفاعلاً على مستوى العالم، سبق الفيسبوك وسبق الإنستغرام وسبق السناب شات وسبق كل المواقع الأخرى. وعندما يسمع كثير منكم كلمة تيك توك يخطر على باله فوراً فتاة بالملابس الداخلية تتمايل يمنة ويسرى، فهل هذا التصور صحيح؟ وهل هذه المنصة منصة الشياطين أم فيها خير وشر؟ وهل يمكن أن نستفيد منها أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، نعلم أن منصة التيك توك هي منصة صينية أو أسست في الصين ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم. أهم ما يميز هذه المنصة والذي جعلها تنتشر كثيرا أن طول الفيديو فيها يتراوح ما بين 3 ثواني إلى 3 دقائق، يعني هي متخصصة بالفيديوهات القصيرة، وكون الفيديو قصير ليس فيه خير ولا شر. في الفيديو القصير ممكن أن نضع فيه أشياء مفيدة ويمكن أن نضع فيه أشياء مضرة، ويمكن أن نضع فيه تسلية، ويمكن أن نضع فيه ما نشاء. لكن برأيي أن مبدأ الفيديو القصير مفيد جدا، مفيد للمستمع أو المشاهد بأن يأخذ معلومة مركزة أو فائدة سريعة، لكنه بنفس الوقت متعب لمن يحضر الفيديو، لأنه يجب أن يعبر عن الفكرة أو الشيء الذي يريده بفترة قصيرة جدا لا تتجاوز 3 دقائق. والاقتصاد في الكلام والاقتصاد في العرض هو مبدأ إسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام ما قل ودل. هل هذا حديث؟ طبعا لا. لذلك لا تصدقوا كل من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يأتي بنص الحديث ومن أخرجه. لكن خير الكلام ما قل ودل هي حكمة عربية شائعة. أما الحديث فهو ما أخرجه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بكلام لو عده العد لأحصاه، يعني كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقا واضحا مركزا. وإذا أردنا أن نتكلم بأمثال هذا الكلام نجد أنه لا يأخذ معنا أكثر من 3 دقائق. فمن ناحية المبدأ التطبيق ممتاز جدا. أما من ناحية المحتوى فمن يدخل إليه يملأه بمحتوى، إن دخل الصالحون إليه ملأوه بالمحتوى الصالح، وإن دخل الفاسدون إليه ملأوه بالمحتوى الفاسد. في هذه المنصة أكثر من 1 مليار شخص نشط شهريا، وأكثرهم من الشباب، يعني 41% من هؤلاء أعمارهم بين 16 و 24، و90% منهم يستخدمون هذا التطبيق بشكل يومي. شئنا أم أبينا هذا التطبيق وسيلة تواصل بين الشباب وبيننا وبين الشباب. لذلك أدعو دائما كل من يستطيع أن يقدم محتوى نافع أن يكون في هذه المنصة، من يستطيع أن يقدم منفعة ثقافية فليكن في هذه المنصة وليقدم ما عنده. ولا أعني بهذا فقط فئة معينة، فكل شخص يستطيع ضمن تخصصه أن يقدم شيئا نافعا. إن كنت طبيبا تستطيع أن تقدم معلومات طبية، وإن كنت عالما تستطيع أن تقدم معلومات علمية، وإن كنت بيطريا تستطيع أن تقدم معلومات عن الحيوان، وإن كنت نجارا تستطيع أن تقدم طريقة عمل وإصلاح بعض الأشياء، وإن كنت كهربائيا وهكذا. طبعا وهذا لا يحقق منفعة ثقافية فقط، بل يحقق عملية دعائية لك مهما كان تخصصك. وليس من الضروري أن تصبح الشيف براق وأن يكون عندك 40 مليون متابع، يكفيك 1000 متابع أو 50 أو 1 أو 3. كل من يراك ويعرفك قد يكون من زبائنك مستقبلا، والزبون واحد خير من 0. فمن ناحية العمل هو مفيد اقتصاديا، ومن ناحية الثقافة هو مفيد ثقافيا، ومن ناحية أخرى هو وسيلة سريعة الانتشار وأداة لإيصال الكلمة. السؤال الأهم الآن، هل فيه محتوى غير أخلاقي؟ طبعا كل التطبيقات فيها محتوى غير أخلاقي، لكن السؤال هذا التطبيق هل يجبرني على أن أشاهد شيئا لا أخلاقيا؟ الجواب وبعد تجربة لا. وتعالوا معا لندخل إلى حسابي لنرى هل سيصدر شيء لا أخلاقي أم لا. في البداية عندما يفتح كل واحد حساب، كل من يفتح حساب تأتيه أشياء مما هب ودب، وكأنه يمشي في الشارع وهذا الشارع في دولة يعني ليست مسلمة وليس فيها مسلمين تقريبا. لكن بعد أن ندخل كل شيء لا يناسبنا نضغط عليه ضغطة طويلة ونقول لا يناسبني، لا أهتم به. بعد تقريبا 5 فيديوهات أو 10 فيديوهات أو 20 فيديو لا يقترح لنا إلا ما يناسبنا. أنا الآن في حسابي مثلا عندما أدخل هكذا فتح أمامي فيديو هكذا، أختار الآخر
yayınlayacaksanız konuşayım ya. Dolar alanları gidik dedik. Mesela abi İza Cebi Fahihi Men huve nebi. مثلا لأفترض أنه عرض علي شيئا لا أحبه، أنا أرى هذا غير أخلاقي مثلا ولا أحبه، هذا الفيديو يتحدث عن هبوط الدولار وهكذا، المهم فقط أضغط على الجيلان ميوروم فيذهب، مثلا هذا لا يهمني، الجيلان ميوروم لا يعرضه لي، وبعد هذا بعد فترة لا يعرض لي إلا ما يناسبني. وهكذا لا نجد في هذا التطبيق إلا من يناسبنا. طبعا أنا لا أدعو كل أحد لأن يفتح حساب في هذا التطبيق، لكن أدعو كل من يستطيع أن ينشر ثقافة أو علما أو معرفة أو عملا صالحا أن يكون في كل مكان يستطيع أن يفعل فيه هذا. سؤال آخر، هل أسمح لأطفالي أن يفتحوا حسابا هناك؟ والجواب أن أطفالنا لا يستأذنوننا عندما يفتحون الحسابات، فهذه الأدوات الوسائط الإلكترونية صارت في يد كل أحد. أستغفر الله العظيم، لا أريد أن أقول أنها أقرب إلينا من حبل الوريد، لكنها أقرب إلى أولادنا منا إليهم. لذلك أنا أرى أن هذا التطبيق مثل كل التطبيقات، الدخول إلى هذا التطبيق مثل الدخول في الإنترنت. يفضل إذا كنا سندخل أن ندخل بشكل جماعي، مثلا أنا أجلس مع ولدي ونشاهد الفيديوهات معا، هذا الفيديو مناسب، هذا الفيديو غير مناسب وهكذا. السؤال الأخير، من ناحية تعلم التركية، هل يفيد هذا التطبيق في تعلم اللغة التركية؟ وأقول بشكل واضح يفيد جدا. لماذا؟ لأن مقاطعه قصيرة وتتكرر، مثلا لنفتح مقطع فيه لغة تركية، هذا مقطع فيه لغة تركية، نستمع. يرى الشخص أنه يفهم فيستمع، لا يفهم يغير إلى فيديو آخر وهكذا. الفيديوهات قصيرة، الفيديوهات القصيرة تساهم في التعليم أكثر. لماذا؟ لأنها لا تحتاج منا أن نجلس لساعات، ونفس الفيديو بما أنه قصير عندما ينتهي يعيد نفسه، ينتهي ويعيد نفسه، فنستطيع أن نستمع إلى فيديو قصير فيه معلومة أو فيه فكرة معينة لمرتين ثلاثة أربعة. والتكرار والتقليد يفيد في تعلم اللغة كثيرا. أكرر، هذه المنصة هي المنصة الأكثر استخداما في العالم في الفترة الأخيرة، وأكثر من فيها هم الشباب. لا تتركوا الشباب لقمة سائغة في أيدي المفسدين، من كان قادرا على تقديم الخير فلا يبخل به. طبعا بإمكاني أن أقول احذفوا هذا التطبيق من جوالاتكم واطلبوا من الحكومات أن تمنعه وما شابه هذه الأشياء، لكن إذا أردنا أن نكون عمليين واقعيين فعلينا أن نستفيد من كل ما نستطيع أن نستفيد منه، وأن ننشر الخير في كل ما نستطيع أن ننشر الخير من خلاله. دمتم من دعاة الخير ومن أهل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.